صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع البنك الشعبي الميتان. أحمد بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش، الفريق الأول باتري بافيل رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمال الأطلسي الذي يقوم بزيارة رسمية لبلادنا تدوم 3 أيام. أما خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين بلادنا وحلف الشمال الأطلسي، استقبل رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمال الأطلسي لدى دخوله مقر قيادة الأركان العامة للجيوش من طرف قائد الأركان العامة للجيوش، حيث أدت لهما فرقة من الجيش الوطني تحية الشرف قبل أن يصافح الفريق أول باتري بافيل عددا من القادة العسكريين بالقيادة العامة للجيوش. نشرتنا متواصلة في ملفها لهذه الليلة، تتابعون إلغاء جمركة الأعلاف إجراء في الوقت المناسب.